مهمة في إحدى المدارس نشرت تدوينة فيسبوكية تقول فيها إنه بعد 32 سنة تعليم ضربتني ولية بكف ولويت لي صبعي وركلتني بساقيها في القسم 8 صباحا يا للعار. شنو تعليقك؟ تعليقي هو حقيقة الواحد ما نجمش يعلق على حاجة كمن هذه لسبب بسيط، اعتدي على معلم وكان اللي اعتدت عليه جيت معناها مترسخة في ذهنها كلمة كاد المعلم أن يكون رسولا، راي ما راي حطت حجم المعلم وحجم معناها قيمته في المجتمع تعتدي عليه، معناها فما ولي مهما كانت الأسباب ساعة ينجم المعلم مش معصوم من الخطأ، ينجم يخطئ وينجم معناها في إطار العمل متاعه ولا في إطار من عرش حتى نفسيته إلى آخره إلى آخره، لكن هذا لا يبرر ذاك. يا للعار بالطبع ذي جحود كبير من بعض الأولياء مش من الكل، المؤكد المعلم أن يكون رسولا يجب نعطوه قيمة، هو يبنينا في أجيال يبنينا في عقول، ما يلزمناش نواجهوه بالطريقة ذي. احنا في البلاد هذه لحبينا نبدلوا قانون ولا حبينا هالتلامذة هذا اللي هما غدوة مستقبل تونس دمرناهم باش سيريس. انت كي تجي تقول ولي ما تضربش ولدك قال لك كي تضربه يولي مختل كيما احنا، انا طالعين مختلين هاك تشوف فينا في الشارع نمشيو مختلين باهي، تجي للمعلم تقول له ما تكشش على التلميذ. هنا اسره هذه وين الدوله باش تكون بالشباب هذا؟ شباب تدمر امشاء وين ماشيين؟ المعلم كان قبل بقدره وكاد المعلم ان يكون رسولا، بعد الثوره المعلم اصبح حكايه اخرى، ولا اي مواطن او خاصه الاولياء انهم فهمت لا يعتدي ولات امر عادي أن الولي يعتدي على معلم، وكذلك التلميذ اللي تو اصبح التلميذ فهمت لا يلبس كما يحب شعره كما يحب ملابسه كما يحب، وما ثماش حتى قانون ربما في المؤسسه التعليميه هذه اللي هي المدرسه انا فهمت طلع قانون برشا حاجات اللي هي تخل بالنظام التربوي وكذا تمنعها، ولكن مع هذا باقي الأمور متواصلة والاعتداءات هذه مش أول مرة. هو دخولها للحرم والحرمة متاع المدرسة والمؤسسة التربوية هي ساعة يطرح سؤال، السؤال هي كيفاش دخلت؟ معناها بالبساطة هذه كل تدخل للمؤسسة وقدام تلامذة زادة معناها تعتدي على 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 معلم، قطع ضر على الموضوع شنو هو وما عنديش عليه فكرة، لكن هي كلقطة ما تتعملش بكل خاطر انا اعتبر انه المدرسه راي معناها فضاء مقدس وماهوش من هبه ودب معناها بخلاف الناس اللي معنيني نجم يدخل القسم. هذه دخلت المعلمه حسب ما تفضلت به سيادتك، دخلت للمؤسسه واعتدت على معلمه معناها الامور معناها تجاوزات بالجمله، ما نعرفش الاسباب لا محاله، اما نحكي من حيث المبدا راو هذايا ما يكون الا وصمه عار في جبين المواطن اللي قام بالشيء هذا، وانا نعتبر معناها اللي كونه هذه لقطه معناها شاذه ولا لقطه معناها معزوله ماهيش لقطه عامه، خاطر الاعتداءات في مجتمعنا ولات انواع واشكال، لكن الاعتداء بصفه خاصه هذايا على صفه انا نعتبر اعتداء على المؤسسه التربويه الكل على التعليم منها من لطرف للطرف. معلمه بعد 32 سنه تقري وتجربه تاكلت ريحه قدام معلم قدام تلامذتها، شنو رايك؟ رايي باش نقول لك وفات تونس وفات دمار، انا ديما نقولها ومازلت نعاود نقولها تونس مشات للدمار، واذا ماناش باش ننقذوا رواحنا خاطر تبارك الله عندنا شباب راه نقولها وناس تضحك، احنا المخ التونسي اللي موجود ماهوش موجود في العالم، الناس فيقوا فيقوا اعطيوهم الامكانيات بدلوا التعليم تاعكم. شو التلميذ انا مثلا نبعث بنتي ولا نبعث ولدي باش يقرا لا نعرف عليه يقرا ولا ما يقراش، قبل كنا كي ما نقراوش نشدوا فهمتي يشدونا يحطونا في كلاس ما يخرجوش، توا كي تدور انت قدام المعاهد وقدام مدى الواحد راهو وجهك يتعمل. نحكيو على الضرر النفسي وانت قلت لي مربي معناها تعرف معناتها انت في عوض كفؤ المعلمه ذي بتكريم ان كيف او انا كسرت لها صباحها ولا لوت لها صباحها، معناتها جحود كبيره برشا، معناتها نحن لهنا همشنا مرتبه العلم والمعلم، المعلم يبنينا في اجيال فهمتني ويبنينا في عقول،
مازلناش نكافئوا بالطريقه هذه، يلزم البحث فيها، وثم يلزم تكون ثم زاد اجراءات عقوبات ردع باش ما تعاودش الحوادث هذه. الجانب النفسي معناها من 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 لقطه هذه ساعه في حد ذاتها ودخولها للمدرسة والاعتداء عليها، هذا باش يكون عنده امباكت كبير ياسر، سامحني في العبارة، معناها عندها وقع كبير ياسر على على المشاهدين. أنا هاني مواطن وكبير وشايب ومتقاعد ونعرف واحد وعندها وقع عليا أنا، معناها لحمي يشوك منه، فما بالك صغار وقعت قدامهم اللقطة هذه. هذا معناها بطبيعة الحال هو الوقع يكون سلبي ويعطي فكرة من الشيرتي، يعطي معناها كيما نقولوا تصويرة خايبة للمعتدي وللمعتدى عليه، معناها وهذا بطبيعه الحال كي باش تحكي على الجانب النفسي، هو طفل صغير كي يشوف حاجه معناها حتى لقطه في حياته اليوميه تاثر عليه، فما بالك شاف المعلمه نتاعو تتضرب وفي في عقر دار، معناها في عقر دار في عقر القسم، هذا زاد حاجه الحق الجانب النفسي ما نجمش نقدره بقدر ما يكون يقدر روحه هو الساعة. هي الامور النفسيه هي اول حاجه يضر فيها هو 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 المربي، لأن المربي وزملائه وغيره وغيرهم يحس روحه مهدد في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان دون تدخل ربما رادع قانوني أو أمني لهذا الغرض. فإذا كان ما ثماش رادع سيتواصل الأمر وبأشنع وأبشع من هذا اللي ريناه وشفناه. كيفاش ولي يرفض أنه تولده يتعنف وفي المقابل ولي يتعنف معلم؟ هو مش مسألة عنف، راهو احنا خذينا المفهوم هذا مفهوم، راهو العنف مرفوض العنف في كل الحالات طبعا. بالله يسامحني، احنا قبل كي كنا ما نحفظوش ولا ما تاوش بدي يذني ها وشدني ضربني هكا، مش عنف اللي شدوا ليه ليه، راهو غالطين تصير، ما نقولوش ما تصير، ان شاء الله غالب كيما في الدار راجل يتعارك مع مرته ولا يتعارك مع صغاره ما يقومش بعد ساعات يتنرفز يكسر حاجة، نفس الشيء نفس الشيء. احنا اذا باش نداويو هالعنف ساعة نبداو بقوانيننا ونرجعوا المؤسسة نتاعنا التربوية نرجعوا لها قدرها ونرجعوا قدر المعلم قدر الأستاذ. احنا شلكنا المعلم والأستاذ، شنو ارجعوا قبل التصاور في الستينات وانت ماشي شوف المعلم كيف كان يدخل، شوف المعلم الهيبة نتاعه وين هيبته، وين يهيب التعليم، وين يهيب القضاء، وين هذيك البلاد يا ودي، البلاد مش فلوس. انت كي تكون بشر كي يبدا عنده 50 دينار ويبدا فرحان به خير ما تكون بشر وعنده المليارات وهو فهمتني البلاد يحطم فيه. نفترض انه المعلمه مثلا عملت تجاوزات، وطبعا احنا ما نعرفوش الاسباب علاش صار الاعتداء، لكن لنفترض مش عنا قانون في البلاد وعنا مندوبيات جهوية وعنا مدير مدرسة وعنا سلطة يعني ما نجمو نتوجه لها في حال مثلا تم الاعتداء ولا تعرض الطفل لمشاكل؟ أولا أنا ما نعرفش شنو الإشكالية بالضبط، ما نعرفوش الأسباب، معناها تفاصيل الموضوع لست معناها ملما بتفاصيل الموضوع، ولكن أقول هنا مهما كانت الظروف وتحت أي ظرف من الظروف هناك احترام للمربي وعلى التلميذ أو الولي أن يحل مشكلته مع المدير، يمشي يشكي به المدير، واذا كان يلزم المدير يفتح معناها تحقيق ويحيل المندوبيه الجهويه، والمندوبيه الجهويه تتخذ قرار في شان في شان اي معلم ولا اي معلمه، ولكن باش ياخذ حقه بيده هناك غياب القانون. حسب رايك انت شنو الحلول باش نتجنبوا تكرر مثل هذه الحالات؟ الحلول وهو تطبيق القانون، القانون الصارم وخاصه على الاولياء، لأنه التلميذ هو في مؤسسة تربوية. ما معناها مؤسسة تربوية؟ هي نتاع تعليم ونتاع تربية، والمعلم هو مقدس، على التلميذ احترام المعلم والولي أنه تصرفات هذه كذا كان يتصرف على مربي هكا في الدار كاش يتصرف، يا فوضى ولده باش يخرج عائق باش يخرج متمرد يتمرد حتى عليه هو، ما يعرفش المدرسة هذيك نتاع تربية ونتاع انضباط ونتاع سلوك، وإذا تطبيق القانون مش في التعليم بالك لو القطاعات الكل. انا نتمنى الضرب بيد من حديد على السلوكيات هذه، وانا نعاود نكرر اللي هي سلوك معزول، ما نتصورش انه متفشي برشا في المجتمع، ولو انه لاحظنا فيما مضى بعض الاعتداءات كما اللي صار عندها مده مش طويله، الاعتداء اللي صار في مدرسه في معهد اعداديه في الضاحيه الجنوبي، هاك اللي اعتدى بسكين على استاذه الى اخره الى اخره، معناها هذه حقيقه العنف، وهذايا انا معناها كمواطن عادي انا الموضوع هذا لازم يتحط على الدرس،
يلزم دي سوسيولوج، ناس مختصين في علم النفس، ناس مختصين في كل شيء، في الاطراف المداخله كل تحط الموضوع على 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 الطاوله وتدرسه. كيفاش نتجنب وتكرر مثل هذه الحوادث؟ ربي ولدك، ربي ولدك، هذايا الحلقه الاولى ساعة الاسر، وحط قيمه، حط في ذهن احنا هنا قرينا وقت كنا صغار كانوا معناها بين ظفرين يظلمنا المعلم، وكان فما كل يضربونا وكل شيء، ونروح ونزيدوا نضرب بالرغم اللي احنا مظلومين. هذا بوم، انا ما نشجعش على العنف بشتى انواعه، لكن يلزمك الولي ترسخ في ذهن ولدك قيمه المعلم. راهو هو الولد الصغير باش يتعطى للمعلم عباره انت جبت طريف صلصال سامحني واعطيتها المعلم باش يفصلها من الناحيه العلميه والتربويه، فهمتني؟ اما انت شنو اللي اعطيته؟ صلصال اعطيته حاجه باهيه، معناها حاجه معناها كما نقولوا احنا تاخذ فورمه، ولا هذا هي الاهم، وهذا راهو ما قبل معناها الفتره الدراسه راهي من مسؤوليه الوالدين.